اذن سي ثابت نفس الوضعيه، نحن معناتها حتى وكان هما موجودين تحت الجامعه سي رياض مشاو هما بفلوس. دونك الجامعه مش عاطي امتيازات للرياضه ذي، دونك انا واحد من الناس معناها هذه الجامعات اللي تعتمد على امتيازات. عدنا هكايا هاني نصرف على روحي والحمد لله. كيفاش مصروف على روحكم؟ والله والله الوالدين، والله الوالدين مخرطين، الوالدين اللي هما قاعدين بالحق مضحين مع اولادهم، مامنين بالرياضه، حبهم للرياضه ذي اللي عطاهم معناها شحنه باش يتألقوا. الحمد لله كما سنا مثلا اول مره نجيبوا احزمه ذهبيه، قاعدين نقدموا نحن في المستوى التونسي للكم، وهذا هو حبنا للرياضه هو اللي خلى الشيء هذايا. انا هذه حاجه جيتها من عام 2011، عرفت ان هي نجم تكون رياضه شعبيه في تونس. أنا مع كل احتراماتي للرياضات الاخرى، نحب الرياضات الاخرى، مانيش عامل كان كيمبو كاو، دونك ما حبي للكيمبو هو اللي خلى الشيء هذا. دونك والله الوضعيه هذه احنا انا بس نحكيو شويه كيمبو زاد نخلي ما نسويش سي مصطفى خاطر حتى تعلق برك شويه على الافونتاج تاع الجامعه، راه مش فلوس برك، رغم اللي فما فلوس جمعيه سكر ولا واحد رئيس اللجنه ولا مشاو على حساب الجامعه. واش معناها واش حساب المداخيل اللي دخلها الرياضات هذيا تمشي اللجنه نتاعها، يعني ما تدخلش للكونغفو ولا للسبور اخر هابكيدو ولا تدخل، والفلوس اللي تتلم هما يمشي يصرفوا بها. يعني كيما نقول الوزاره ما تعطيهمش في منحه، راهم يعملوا في مداخيل ذاتيه، هاستاجيه تتربص الفلوس تدخل اللاعبين اللاعبين هنا تو الشكل يقول كيقول اللاعبين، يعني كيما عندهم نهارين مشاو قبل مشاو الساج هذاك على حساب الجامعه خاطر مشاو قبل بنهارين. المسؤولين مشاو على حساب الجامعه وديما نقول بفلوسهم هما اللي عطات، خاطر الوزاره ما عطاتهمش منحه الى حد الان، مازال ما تنظمش ما عطاتش بتجيها، راهي قالت هذا للكامب كما قالت هذا للكونفو كما تقول هذا للهابكيدو. هذوما الشهادات هذوما الشهادات احنا كيف الجيرونس الفلوس ما ناخذهم شان وما ياخذهم ما يصرفهمش على الكونفو، راك تمشي للكيمب وتصرفهم على الواحد. اثنين راهو ممكن ثابت خاطر نخدم منه وشاد جمعيات وواحد راهو يشكيت الفلوس وتلم العباد ما عندها فلوس وبعد تحب تهزهم، نهار اخر تنجم تتحاسب يقول لك راهو هز فلوس ولا فما دي فيديغاسيون يقول لك انا مثلا عشنا في المعامله في التقارير الماليه فما دي فيديغاسيون حتى كده ما عنديش فلوس تقول لك انا ما نخليش لي بارون يهز يخلص على ولده خاطر فما اشكاليات. وهذه هي سي مصطفى نحكيو حتى على حتى اللي ناجور مثلا عندنا اشكاليات مادية كبيرة بالنسبة للرياضات الكل ودعمهم، خاصة فما الرياضيين السباحين ولادنا اللي قاعدين ينشطوا لبرا واللي احنا معاملين عليهم اكيد دايب الحفنين الحظوة الكبيرة ولي زوطخ ناجور اللي موجودين في فرنسا والكل. اي والله موضوع مهم ياسر اللي جبته يعطيك الصحة. العباد الكل تو نحكيو على يوب حفني بطل اولمبي شفناه سنة زاد مشى لامريكا رجع في فورما سي بيان ادابتي الحقيقة عمل الأوقات رجع للمستوى العالمي وعنده بطولة عالمية إن شاء الله في اليابان في فوكوكا جويليا 2023 وإن شاء الله معناتها كالعادة ميدالية معناتها يجيب لنا أيوب. أما راه أيوب فما سباحين أخرين أصغر منه شوية في العمر وناشطين يعوموا في مثلا فما في تونس وفما زاد في البطولة الفرنسية ونحكيو على أبطال في الجونيور في فرنسا اللي مشاو يعوموا في فرنسا على حسابهم معناتها الحقيقة لي باغون يوصفوا وتعرف انت في فرنسا تو بين القرايه وبين التدريب. القرايه والسباحه قداش يصرف الولي معناتها قداش ولدك يبعثوا لفرنسا. هذوما سباحين راهو نحكيو على ابطال في افريقيا ابطال العرب كيف يهبطوا في فرنسا البطوله الفرنسيه للصغر والوسط يهزوا كل شيء. نجموا نسميهم معروفين هما الحاله جميع بولكباش عمرها 16 سنه تعمل في ارقام قياسيه تونسيه في الاكبر وهي محصله على ميداليات عربيه وافريقيه. احمد جاوي ديك كيف يعمل في اوقات خارقه للعاده. سنة شفنا بالحسن بن ميلاد زاد طلعوا في فورمه كبيره معناتها وهذوما سباحين قراب ياسر من الارقام اللي تخليهم يمشوا البطوله العالميه اللي اكبر ان شاء الله في اليابان سنة شهر هذا والشهر الجاي نشوفوا شكون باش يمشي مع وهذوما الكل ماذا بينا بلا لفته من عند سلطه الاشراف على الاقل نعمل لهم كونترا اوبجيكتيف خاطر راهو سباح باش يخلط ياخذ كونترا اوبجيكتيف كيما يوب الحفناوي ما جمش في نهار وليله معناتها فما درجات اللي مروه تنحت لها الكونترا معناتها مروه العامري معناتها كي تنحى كونترا لمروه العامري معناتها انت شنو باش تعمل معناتها باش تعمل معناتها تخليها معناتها سو بريسيون تبطل ما تبطلش. احنا ديجا خسرنا قداش من الرياضي ما نعرفش احنا بنستناو باش اش عندنا تو احنا عندنا بخاتيكمو عندنا ايوب حفني معنا خليل الجندوبي اللي ظاهر عندنا شكون نزل عندنا معنا مروه العامري معناتها هذوما في التوب نقولوا احنا لا كريم دو لا كريم اللي احنا بريسك حتى خاطر الكاراتي ماهوش موجود في باريس عندنا كريم بن هنيه عندنا غفران اش عندنا عندنا خمسه اش عندنا خمسه هذوما اللي ننتظروا منهم ميداليات والاشكاليات نتاع حتى السباحه واحنا كل مره غبلوت نحكيوا على البيسين ونحكيوا على الانفراستركتور واحنا في انتظار بربي حلش مسبح بارت واحنا كل شهر كل شهر كل غدو اخر مره شفت فيديو انا نسكت عباد تعوم فيه
وبعد قالوا لي ما عندهمش حق يدخل. انا بنت الجهه معناتها كل احنا خسرنا معناتها في العائله بار اكسبيريونس خسرنا معناتها انا كنت نتصورها معناتها باش تنجح بالكدا على خاطر باردو سكر دونك ما تنجمش الاولاد ما نجمش يمشي لك الرادس وشفنا رادس وشفنا دونك احنا كل يوم محبط في رادس قداش فيها عبيد معناتها كذا انت اللي كنت ما قالهاش حل كيف نسون الحمد لله حلينا مشكله بالزهره فوالا اما في رادس ما كانش عندها الحل زاد رادس ما تلقاش رادس راهو فيها سباحه وكره الماء وفما رياضات الغوص ونجا فيك بالم والبيش سو مارين الكلهم راهو اليوم معانا بيسينات في تونس ماناش طبيعي باش نعملوا بيسينات اخرين معانا بالزيت اما شنو هي المشكل البيسينات المسكره اكثر من المحلوله جاي سيدي بوزيد احنا اصلا الاشكاليه علاش عملنا في سيدي بوزيد وخلوا مسكرناه على تطويل خدمه شهرين وبعد خدمه شهرين وقروان قروان مدنين جيبس عليهم ما سمعناش بها جيبس شفناها عاملين العادينه في جيبس البيسين تاع جيبس وانا على الشيء وينهم لي ناجور معناتها انت موجودين احنا عاملين شويه لونتروتيان والبنزرت بلا بنزرت نحكيو عليها شويه خاطر وبنزرت فيتون بنزرت معناتها فيتون حلت بنزرت قداش من مره نمشي نجعلك الجميله بولا كباش هي بنت بنزرت والحمد لله طلعت لفرنسا خاطر قبل كانت في تونس تعمل لافيت تونس بنزرت كلهم باش ترينا معناتها تعبت الطفل في الاخر مشات لفرنسا مالوغوزمون خاطر برشا رياضيين والاولياء يقول لك انا ماشي نبعث فيه للقرايه يكمل قرايه ما نبقاش نضحي زاد انا على خاطر سبور وعلى خاطر انا باش نقعد نحضر له زاد هو بريباراسيون سبيسيال زاد هذا كيف ولا بدل شويه الفكره وقت اللي ايوب حفني يربح ميداليه ذهبيه الاولمبيه ولاو لي بارون يشوفوا ولادهم ممكن اليوم يخرجوا من تونس من المسابح التونسيه اللي هما شويه ومسكرين بطل اولمبي ايوب ورا اللي هذه حاجه ممكنه في تونس وفما راهو معناتها دوتر بوتونسييل ينجموا يشدوا ثنيته ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا نحكيو كيمبو خاطر نحب انا نقول اخر كلمه بالكش على الماسترز اي اكيد اكيد بيان سور نتهبوا البرنامج معناتها كيما قلنا غدوه نبداو في رادس دونك 10 تلعب بنتي سي مصر انا زاد صباح ماسترز غدوه عندي 100 فراشه و200 سباحه حره و100 و400 حره ومن بعد عندي الاوليبر زاد 5 كيلومتر نهار السبت و3 كيلومتر نهار الاحد وهي راهي سباحه عائله واحده والكل متقام المصري كانوا صباحين قدم ولا ناشطين تقام مدربين ولا في الجامعه معناتها جو العائله ديما موجود حظ موفق وان شاء الله الميداليه الاولمبيه يدعمها ايوب وايضا عديد سباحين جدد يكونوا حاضرين ان شاء الله في بطوله العالم بطوله افريقيا وعلاش لا يكونوا حاضرين في ما يكونش كان ايوب بركه فقط حاضر في باريس سيريا بون بيريت بين البيرفورمانس سبورتيف بين معناتها لي سبور اولمبيك علاش تلقى لي بارون ساعات ما عادش تلقاهم بركه في سبور اولمبيك تلقاهم في الرياضات هذوما اللي ها الرياضات القتاليه قبل كبير نحكيو على كونغ فو نحكيو على مجازين 4000 و3000 مجازين في عدد كيمبو برك يعني في الكونغ فو باش تلقى 8000 9000 في السبورات الاخرين الهاب كيدو في السيف ديفونس غير هذه جامعه واحده ما نحكيش يعني الاف في الرياضات هذه الدفاعي وتلقاهم في القاعات الخاصه في الجمعيات هذه معناتها حكيت القاعات الخاصه ومن بعد تنجم تلقاها في الانتخابات تنجم تلقاها فما فافور ما فماش فافور هذه الحكايه هذا هو ثابت معناتها انت اليوم معناتها الفرق اللي عندك براتيكمون هي قاعات هي جمعيات هي جمعيات ثم جمعيات وثم قاعات نوادي قاعات خاصه نحن بو نحن تو بالنسبه للوزاره سلطه الاشراف تتعمل تعول ياسر على على الجمعيات المختصه عندنا جمعيات مختصه وجمعيات عندهم فروع نحن تو بعثنا نحن خممنا اول ما من 2014 ببعث الجمعيات المختصه لو بوفوار سبورتيف اللي خذته من الاتحاد هو اللي خول لك تحلوا فروع معناتها وحدات فرق داخل الجمهوريه البوفوار سبورتيف من الاتحاد الدولي ومع تنسيق مع سلطه الاشراف نحن ديما ننسقوا معاهم من عام 2014 من صبينا دوسين تاع الفيدراسيون علاش بطات؟ علاش بطات؟ كل مره ناخذوا وعود ما عند وزير كل وزير يجي يقعد ستة شهور ويمشي ويجي الوزير اللي بعده نعاود نفسروا له دونك هو ديما تعرفوا انتم معناها الجامعه هي قرار وزاري هي صحيح الاداره تخدم الدوسي لكن الوزاره هي معناها الوزير هو اللي احنا مطالبين معناتها باسراع الملف هذا والجامعه الكونغ فو علاش حبت تدخل معها الكيمبو سيرياف مش حبت هو طلب هو كانت الجامعه منفتحه على الرياضات الكل وبالخاص كذوما الصغير اللي يحبوا يتهيكلوا الجمعيات اللي يتهيكلوا يهيكلوا خاطر فما جمعيات كيما احنا كنا مع الكاراتيه ولا الجيسيو مع الجيدو يقول لك انا نمشي نهيكل روحي لويش خاطر كي تمشي للوزاره تقول معطيني جامعه يقول لك قداش عندك حكام اش عندك مدربين اش عندك انا مسؤول بطولات معناتها انت تعمل في بطوله وانت ثابت تعمل في بطوله ما يشيش انا نعمل في بطوله من عام 2014 من عام 2014 بترخيص من سلطه الاشراف هما عملوا بطوله كان سنه معناها بو
ولكن كي كان حبوا يكملوا دونك جينا نحن عملنا عريضه جمعيات الكلهم معناها ما فماش حل توافقي معناتها بون تو عند صوت الاشراف هي نحن تو ندعو لها معناها انتم قابلين كصوره الاشراف تقول لك انا ادخل تحت الكونفوت وانت سيادتك نحن ماخذين نحن ماخذين وعد من صوت الاشراف وهي واضحه من بعد المشاركه هذه تاع بطوله العالم ان الكيمبو مش يدخل تحت الكونفو هذه واضحه باش تعمل يا جامعه يا رابطه ما نعرفوش وين باش تكون اما مش تحت الكون رابطه فينا جامعه الله اعلم علاش هي ما واضحين معناتها الجامعات اللي موجودين الاشراف قاعده معناها تشوف النظام القانون الاساسي نتاع كل جامعه اللي تتخول لها باش نجم تكون الرياضه دي معناها في التقارب معناها في الاختصاص وتبدا معناها اللي معناها باش تضم رياضه الكيم نحن اول حاجه هي الفيدراسيون ونحن شادين في الفيدراسيون وقاعدين توا شادين في الفيدراسيون الناس كل انا ما نتصورش حتى الجمعيات اللي قاعدين يشاركوا مع الكونغفو هما جمعيات هما بيدهم يحبوا في الفيدراسيون دونك انا معناها مره في اجتماع في الوزاره قلنا نحن مادام هما عندهم 25 وانا عندي 25 جمعيه دونك هذوما جو 50 هذوما معناها يعملوا زوج في الفيدراسيون دونك معناها نحن بقدرة ربي نحن انا نتصور انا عندي ثقه في صوت الاشراف اني باش يعملوا لنا جامعه بعد الشعبيه هذه الرياضه في تونس والحمد لله هذا طموح تاع رئيس الجامعه وانت اوكي وكاري الجامعه كاري الجامعه وكاري واضح كاري الجامعه وكمرفق عام نسير وابري باتصال مباشر امبوسيبل فما جامعه لا السنه ولا العام الجاي الميزانيات اللي تشوف احنا جامعات اولمبيه وجامعات حتى معترفه اولمبيه وغير اولمبيه ما فماش ميزانيه باش يدخل كاهلك انت كي تدخل الكيمبو معاك لا ما يدخلش كاهلي خاطر واش ما يدخلش كي انا بسيرفيس خاطر خيرات هما يخلصوا فيه المشاركات هو الاشكاليه معناتها احنا كي نشاهدوا معناتها بعد علاش انا احنا حكينا شويه في الترزه الوطنيه على هذه الرياضه تو احنا ديما نحكيو تتفكر كل مره نحكيو عليها الكيمبو بالمشاركات والنتائج خاطر تلقى هذا بطل العالم من سكره وهذا بطل العالم سيدي ثابت وهذه معناتها ما فماش منتخب معناتها تقرا في ليزارتيكل تقول شنو هذا وكل واحد يقول لك انا بطل وانا البطل العالمي عقلي كيب ناسيونال ما فماش ليكيب ناسيونال هذه الاشكاليه راه وريت مش رئيس جمعيه سيدي ثابت ولا يقول لك انا نحب نعمل جامعه على روحه وهذاك حقه وحقه هو يدافع وحقه على طلع الاشكاليه فين احنا الاشكاليه تو عندك كما قال عويه مخلط عليها هي مسلطه الشرف راه بالهيئه المديره الجديده ان شاء الله خير وبالهيئه المديره القديمه هذا خليها مسيبه واللي يجي ياخذ كيما قلت اليوم يلزم بالحق اليوم خاطر دوسيت ما تسكرش محلوله مع اني انا باش نحل قوسي ما نعرفش صارت حاجه في البرتغال مثلا فما زوز ثلاثه عناصر غادروا لا 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 الواحده ايه. سلطه شكون؟ سلطه المعنويه عند شكون يتحاسب؟ انت تتحاسب؟ ما تحاسبش انا ما بعثت حتى شيء وما بعثت لرئيس وفد ولا بعثت حتى انت تحت الجامعه هذه مش لا انا احنا لا نحكي لك شكون اللي تحاسب هذه معناتها هذا خرج رئيس الوفد يتحاسب رئيس الوفد يتحاسب هو الوفد اللي مشى وهم اللي تحاسبوا والله هي توا احنا وتولي توليش مطيه المشاركات هذه الرياضات هذه باش احنا تكون هي رياضه شوف فرصه باش اولادنا يخرجوا لبرا ويحرقوا بطريقه مقننه شويه حتى احنا خرجناهم الموضوع هذا صارت لنا فيه برشا اشكاليات اللي خاطر نحن متعودين بالمشاركات عندنا 14 مشاركه عالميه دوك ما عمرها ما صارت الحكايه هذه عمرها ما صارت كان سنه وهذا كله على خاطر تمشيو بالجامعه وهذا كله لا هو تو الرياضه انا الاشكاليه راهو اكبر من الجامعه واكبر من الجامعه هي اشكاليه اما شوف ثم نحن في الرياضه انت شوف الرياضه لازم واحد يعرف يعمل سيليكسيون هي اهم حاجه هي لا سيليكسيون ان شاء الله لا بروشين بارتيسيباسيون ان شاء الله ليفينمون جاي يكون فما منتخب وطني منتخب سواء من الجامعه سواء من الجمعيه نتاعك ولا الجمعيات اللي منضويه تحت الجمعيه التونسيه للكيمبو او موا فما احنا نعرفوا شكون اللي يمشي وشكون المدربين وشكون هم الحكام رئيس الوفد وشكون المسؤول عليهم وشكون المسؤول عليهم اليوم مسؤول يقول لك انا خاطيني انا طلبتني السفاره جمعيه من جندوب يعني ما تعرفش عليها شكون يعني جمعيه اللي عنده فلوس مشى قدم ويحب يشارك جاته دعوه مشى شارك معناتها انت جمعيه اليوم تمشي حدا تمشي تنخرط في بطولة العالم تابعة للاتحاد الدولي باش فيزا نتاع الوزارة هذا لازم نوضحوه للرأي العام هما ثم جمعية تونسية الكيمبو هي معناها الانفيتاسيون جات لزوج جمعيات الجمعية التونسية الكيمبو والفيدراسيون نتاع الكونغ فو هما زوز من الناس مشاو يمثلوا في تونس في بطولة العالم هذه
لا 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 بالنسبه للجمعيه التونسيه الكيب وفات تسع عناصر، خمسه لاعبين وزوز حكام وزوز كوتش. وهذين ويوم تاع الجمعيات الكل اللي تابعينك ولا كان تاع سيدي ثابت؟ لا مش كان سيدي ثابت، مشاركه في الجمعيات اللي قاعدين ينشطوا واللي عملنا عليهم سيليكسيون، خاطر هي ستين ايماج دي مارك، معناها بطوله العالم. نحب نوروا الصوره مزيانه على الاخر. دونك بحكم احنا زاد احرزنا على اللقب اللي هو 2022، دونك معناها كي هزينا خمسه هما ديجا معناها محققين بطولات عالم من قبل وعارفينهم، معناها السي في نتاعهم، معناها الناس تخدم على القدام، هذاك علاش جبنا التيتر المونديال اللي هو الحزام الذهبي اللي هو عمره ما صار. دونك احنا قاعدين نقدموا في الرياضه دي، بينما لوتر جروب دونك انا سي رياض نجم نسال سؤال، هو مشاو عن طريق الجامعه ولا مشاو كاتحاد تونسي الكيمبو؟ خاطر ثم اسمه جمعيه اخرى اسمها اتحاد تونسي الكيمبو اللي افلي مرتاح الدول، ماهيش جمعيه سكر. احنا اليوم تقريبا دونك هما مشاو باسم الجامعه. اسلام قدام مازال عندنا وقت 3 دقائق، ما جاوبتش ما نمشيوش احنا خاطرين احنا شو بقطع النظر سي ثابت ولا سي رياض، احنا نحكيو اليوم على صوره تونس، على ليماج نتاع تونس. احنا كي نمشيو غاديك البرتغال ونلقاو ثلاثه جمعيات ولا اربع جمعيات، هاي جامعه هاي جمعيه هاي جمعيه، وهذيك ليماج دو مارك نتاع البلاد. ولا احنا كبدا فما عالم وناس الكل قاعده مع بعضها، يظهر لي هذيك يساعدنا احنا وينورنا. ان شاء الله ان شاء الله سلطه الاشراف تاخذ القرار الحاسم تخي بيانتو، يا فما جامعه يا كيما هو كيما قلت ثابت، يا رابطه في جامعه اللي هو في اي جامعه، المهم تكون حل جذري حتى في الفوت حتى في الهونت في البولي. المهم عملونا قانون ظاهر واضح لصغيراتنا لوليداتنا اللي يحبوا يمارسوا الرياضه هذيا. الرياضه هي جميله هذيا، قاعدين نشوف فيها مزيانه مادام فيها كونكورونس، مادام فيها كونكورونس معناها جميله فيها شعبيه وفيها شعبيه تقاليد كبيره. جست وحده كوم بالله، جست نحب لازم نوضحوا زاد الترتيب العام للبطوله العالم هذيا، على خاطر انا كنت حاضر غادي وهذا اللي منورينا لي كوب هذوما لي تيتخ نتاع التوانسه الرياضيين اللي حاضرين. نتقابلوا مره اخرى نزيد نحكيوا.